السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كي بقيتو؟ ان شاء الله تكونوا مزيانين. معكم سكينه من شي وتجاوي لداري. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. لا فيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم فيها اخر مشترياتي فيما يخص الديكور، مشتريات اللي هما زوينين وفي نفس الوقت باثمنه جد مناسبه. بما ان هذا النوع ديال الفيديوهات كيعجبكم صورتو باش تاخذوا فكره على الجديد ديالي وكذلك على الاثمنه، فيهم شي حاجات اللي ديجا شفتوهم في الفيديوهات الاخيره اللي كنت شاركت معكم، وفيهم شي حاجات لاول مره كنشاركهم معكم. بلا ما نطول عليكم دابا الهضره، نخليكم مع الفيديو. واول حاجه غنشاركها معكم في هاد المشتريات هي هاد القرعه الكبيره ديال الزاج اللي كنت شاركت معكم في اخر فيديو، كنت دايره فيها القرقاع. بزاف منكم سولوني عليها، تقدروا تستعملوها على شكل قرعه او ديروها على شكل فاز الا حيدنا الغطايه. عجبتني بزاف من ناحيه الشكل ديالها وحتى داك لو ديتاي الفوقاني مع الغطايه، عطيها واحد ستيل اللي هو اوريونتال. الزاج ديالها ثقيل بزاف، نقدروا نحطوها كديكوراسيون غير هكاك خاويه كتعطي واحد الشكل اللي هو زوين، او هكا نعمروها بالشمع او بالال اي دي، ولا استعملناها على شكل فاز نقدروا نديروا فيها هكا الورد اللي هو طبيعي او ارتيفيسيل. المهم عندها بزاف ديال الاستعمالات. الثمن ديالها كان 18 اورو وخديتها من تيكا ماكس. وخديت براد عاود في البيض، ديجا عندي واحد بحالو في الاحمر، والصراحه ما كرهتش ناخذ الالوان كلهم. هاد البراد تعجبوني بزاف، كيجيوني تقليديين، هما اللي كنستعمل عندي في الدار. هادوك ديال الفضه كنستعملهم غير مره مره، واللي عجبني فيهم اكثر هو انه تقدروا تطيبوا فيه في لاندكسيون. هذا خديته من بروكسل من غود برابون، والثمن ديالو كان 10 اورو. فيهم الحجم اللي هو كبير وفيهم كذلك الحجم اللي هو صغير، وكانوا الوانات اخرين وقيل الزرق والخضر الا بقيت عاقله. وخديت هاد لي سيت دو تابل هادو اللي فيهم هاد الرشمه ديال الثلج المغربي اللي الصراحه اول مره كنزعم وكناخذ هكا بزاف ديال الوان. من الطبع ديالي كيعجبني غير لون واحد، هادو كانوا عاجبيني شحال هادي وكنت قلبت عليهم وما لقيتهمش. الشكل ديالهم زوين بزاف حتى في التنظيف ساهلين، هما ديال البلاستيك وكيعطيو واحد المنظر غزال هكا وتقليدي للطبله. كيف ما كتعرفوني اي حاجه هكا تقليديه كتعجبني. هادو خديتهم حتى هما من بروكسل من غود برابون، والثمن ديالهم كان اورو 50، ديت منهم 4. وخديت كذلك هاد القريعات هادو اللي فيهم الشميعات، الشكل ديالهم زوين وكيجي وراقيين هكا في الديكور، وحتى الثمن ديالهم مناسب 2 اورو 50. هادو خديتهم من اكسيون، ديت 3، جوج في البيض وحده في الكري. عجبني فيهم كذلك هذيك الشوشه اللي فيهم الفوق، كنت ديجا شفت بحالهم ما بقيتش عاقله واقيله في ميزون دي موند. الثمن ديالهم كان شويه غالي 25 اورو، والريحه اللي فيهم خفيفه وفي نفس الوقت زوينه. وخديت كذلك هاد لي سوفير هادو اللي هما ديال الخشب، جايين هكا دايرين والدخلاني ديالهم ميتال، عجبوني بزاف. وكنت كنقلب على واحدين هكا ديال الخشب، الرشمه اللي داخل تاهي عجبتني. كيتباعوا بحال هكا 4، خديتهم من تيكا ماكس بخمسة اورو، كاينين دايرين وكاين هكا مربعين. تقدروا كذلك تستعملوهم تحت الشمع او هكا تحت شي فاز يكون صغيور باش يجيو باينين. الشكل ديالهم زوين وكيبانوا راقيين. وخديت كذلك هاد الميني ايتاجير هادي اللي هي كلها ارجونتي، عجبني بزاف الشكل ديالها وكتبان راقيه، تصلح هكا في التقديم في المناسبات او هكا في العرادات او الى عندنا الناس. نقدروا كذلك حتى نقدموا فيها الا كنا غير بوحدنا، نشربوا كويس ديال اتاي او كويس ديال القهوه، نديروا فيها هكا دي شوكولا كيك او هكا الكاطو. هادي خديتها من كيك بخمسة اورو، ديت منها جوج وكنت ديجا شاركتها معكم في الفيديوهات اللي دازو.
وخديت هاد الايتاجير هادي اللي جايه شويه كبيره، فيها ثلاثه ديال الطبقات كلها ارجونتي، حتى هي عجبتني وعجبني الشكل ديالها. ديجا عندي وحده اللي جايه هكا دايره، هادي جايه اوفال، تقدروا هكا تقدموا فيها الضياف بحال اللي شاركت معكم في الفيديو ديال الكوتي، او هكا تحطوا هكا ديكوراسيون، او تحطوا فيها شي حاجه بحال اللي كنت حطيت انا فيها لي بارفان بيت النعاس، كتعطي واحد المنظر اللي هو غزال وكذلك راقي. نقدروا نستعملوا غير جوج طبقات، نقصوا وحده، سواء نديروا الكبيره والصغيره او الصغيره والمتوسطه. هذه خديتها من كيك والثمن ديالها كان 20 اورو، ودابا جابوها في فولفو تقريبا بنفس الثمن. وخديت كذلك هاد البلاطويات الخشب هادو، اللي الصراحه كنت كنقلب على شي بلاطو الخشب يكون زوين، شفت هادو عجبوني، عجبني داك النقش اللي فيهم، عاطين هكا واحد اللمسه اللي حتى هي اوريونتال، وحتى الخشب ديالهم زوين ثقيل وكيبانوا مخدومين بواحد الطريقه اللي هي بروفيسيونيل. هادو خديتهم من تيكا ماكس، الصغير داير 9 الاورو والكبير داير 11. الصغير تقدروا هكا تقدموا فيه لي غاتو، والكبير ديروا فيه اتاي مع الكيسان، او بحال اللي درت معكم في اخر فيديو صغير حطيت فيه لي كلوش اللي درت فيهم الفاكهه. تقدروا كذلك تعوضوا لي كلوش بحال هكا بتوجنه صغار، حتى هما كيعطيو واحد المنظر اللي هو غزال، او تستعملوهم هكا حتى للتزيين، تعمروهم بشميعات، حتى هما كيعطيو واحد المنظر اللي غزال وراقي. وخديت كذلك مرايا على هذا الشكل اللي كتشوفوا، عجبتني بزاف وعجبني الشكل ديالها وحتى الرجمه. ديجا عندي وحده بحالها هي في الكحل صغيره، هذه ديتها في الدوغي على ود الفراش اللي كنت شريت في المغرب نشفشاون، ديجا شاركته معكم في المشتريات ديال المغرب، كان في الباج والدوغي. فاش ان شاء الله نفرشو في بيت النعاس غندير لكم جوله باش تشوفوا الشكل ديالو كي جا. هذه خديتها من بريمارك، الثمن ديالها كانت 8 اورو. وخديت كذلك هذا الريدو، هذا اللي كتشوفو اونصومبل فيها جوج، خديته من تيكا ماكس في البيض والعجونتي، مش حال هذه وانا كنقلب على شي ريدو بحال هكا ما لقيتش، هذه المره غير شفتو سيو بلاس هزيتو. القياس اللي فيه 1.50 متر على 3 متر، عجبني بزاف الشكل ديالو الرشمه اللي فيه، حتى لا كاليتي ديال التوب ديالو زوينه بزاف، وكذلك التوب ثقيل كيشبه شويه لذاك الريدو اللي كان عندي في الصالون في الكحل والعجونتي، غير هذا من ناحيه لا كاليتي ديال التوب حسن منه. وبالنسبه للثمن ديالو خديته ب 25 اورو، كنت ديجا شفت بحالهم في بروكسل في بلجيكا، غير ما لقيتش هاد اللون ديال البيض والارجونتي، كانوا الوان اخرين في المحلات اللي كيبيعوا هاد الشيء ديال الريدويات في ويد برابون، والثمن ديالهم كان ما بين 15 و20 اورو. اللي عجبني بزاف هذا الريدو هذا هو انه مخيط من جوج جهات، الجهه الفوقانيه مخيطه على حساب العصا اللي كتكون غليظه ديال الريدو، والجهة التحتانية مخيطة على حساب العصا اللي كتكون رقيقة ديال الريدو. وخديت كذلك هاد التابي هادي ديال الحمام، فيها جوج، وحده كبيره وحده صغيره، الكبيره اللي كتجي حدا البينوار والصغيره اللي كتجي حدا لافابو. غنفتحها معكم باش تشوفوا الشكل ديالها كي كيجي، زوينه زوينه بزاف، الرشمه اللي فيها محفوره لون واحد الكري، كيف ما كتعرفوا الحمام ديالي في الكري الكحل والبيض، يعني غتمشى معاه مزيان. دونك هذه الكبيره واللي قبل منها كانت صغيره، التوب ديالها كله مبرا رطيب مبطنه مزيان، يعني عامره من الداخل، الجهه اللورانيه ديالها فيها بحال واحد سيليكون يعني ماشي بلاستيك، وباين انها غتشرب الماء بزاف في الوقت ديال الدوش. الصراحه عجبتني بزاف، وكانت من ناحيه الثمن جد جد مناسبه، كانت تقريبا ب 5 اورو، حتى هي خديتها من بروكسل، حتى هي من رود برابون.
وخديت بلاتو على هذا الشكل اللي كتشوفوا للاستعمال اليومي. بعض المرات كنكون هكا بوحدي كنبغي نتغدى في الصالون او هكا نشرب قهوه وكنحتاج بلاتو. كاع لي بلاتو اللي عندي كبار، عندي غير واحد صغير ديال الفضه ما كنبغيش نستعمله بزاف. دونك هذا خديته من اورو شوب، الثمن ديالو كان اورو، هو كله ميتال، الرشيمات اللي فيه وكذلك اللون عجبني. بالنسبة للبنات اللي كيقلبوا على ديناب ديال الطبلة يكونوا زوينين بأثمنة جد مناسبة، كنصحكم بهادو ديال أكسيون، زوينين زوينين بزاف، صبن ورد. كنت ديجا خديت منهم وديتو معايا المغرب في الصيف، عجبوني بزاف وفيهم بزاف ديال الألوان. كنظن كاين الباج مع الجري، الجري مغلوق، وحتى البلو. التوب ديالهم شوية غليظ وما صعيبش في الحديدة. الثمن ديالهم تقريبا شي 6 أورو. وخديت كذلك هذا الكوفر هذا ديال الخشب، اللي الصراحه في الاول كنت بغيته يكون هكا مغطي بشي حاجه من الفوق، لقيت غير هذا اللي محلول ماشي مشكل. هذا خديته باش نستعمله في الصالون، الحجم ديالو هكا شويه كبير. ان شاء الله باذن الله فاش غيدخل الفصل ديال الشتاء غادي نبدل لا ديكو ديال الصالون، نحاول ندخل هاد اللوينات اللي كيكونوا نوتر بحال الباج البيض وهذا اللون ديال الخشب. هذا هو اللي نستعمل فيه هكا مخدات او شي بلاد او هكا شي خطوات اللي يكونوا خفاف، سينو نقدر هكا نقلبو ونستعملو على شكل طبله حتى هو كيعطي واحد المنظر اللي هو غزال. الرشمه اللي فيه زوينه وقريبه من الرشمه اللي عندي في الطابلو اللي معلق في الصالون، وماشي غير هكا مصبوغه يعني محفور من قوش، وحتى الخشب ديالو زوين وثقيل وصراحه عجبني بزاف. الثمن ديالو كان 25 أورو وخديته من تيكا ماكس. وخديت كذلك هذا البراد هذا ديال الزاج، الشكل ديالو غزال وكيجي راقي في الحطه. كنت ديجا شاركته معكم في الفيديوهات اللي دازو وبزاف ديال البنات منكم سولوني عليه. بغيت هكا نبدل شويه من البراد ديال الفضه، للصراحه كل حاجه وعندها لو شارم ديالها. هذا في الاول شكيت فيه لان الزاج ديالو هكا شويه رقيق، مي صراحه صدق مزيان. غير هو في الاول قبل ما كنخوي فيه اتاي كندير فيه واحد كمية بسيطة ديال الماء طايب وكنحركو باش الزاج ياخد ديك السخونية، عاد كنعمرو. هو ما كنطيبوش فيه اتاي كنقدمو فيه. خديتو من بروكسل ب 12 اورو من غوت برابو. وخديت كذلك هاد لي فاز هادو ديال الزاج، هما صغيورين كل واحد وفي شكل، اللون ديالهم ارجونتي وغيتواتى بزاف مع الديكور ديال الدار ديالي. غالبا غنستعملهم في الصالون او في الدخله ديال الدار. اللي عجبني فيهم اكثر هو انهم عصريين وفي نفس الوقت جايين هكا اوريونتال بهذا لو ديتاي هذا اللي فيهم لتحت، فيهم الحجم اللي هو كبير والحجم اللي هو صغير. انا ديت غير صغار. الثمن ديالهم كان 4 أورو وخديتهم من تيكا ماكس. واخر حاجه غنشاركها معكم في هذه المشتريات ديال اليوم هما هاد لي بلونت هادو اللي كيكونوا يابسين وفيهم الريحه، كنستعملوهم هكا في التعطير ديال الدار، الصالون، الحمام او الدخله ديال الدار. صراحه كنصحكم بهادو، خديتهم مؤخرا من ايكيا، صدقوا غزالين غزالين بزاف، كيبقاو مده طويله، الريحه فيهم خفيفه ما مجداش بزاف، والثمن ديالهم جد مناسب كيديروا اورو. كانوا جابوا هادو ديال الفاني وواحدين في اللون الاحمر ديال الفرومبواز.
صافي وصلنا لافان ديال الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم ويكون كذلك عجبكم الذوق ديالي وحتى المشتريات اللي خديت. كيف ما شفتوهم مشتريات بساط باثمنه جد مناسبه، والاهم انهم زوينين وانا عجبوني بزاف، وهذا كيبقى الذوق ديالي وعلى حسب كل واحد والذوق ديالو. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش حتى هما يستافدوا وكذلك ياخذوا فكره، وما تنساوش تخليوا لي لايك. البنات اللي يلا دخلوا القناه كنقول لكم مرحبا بكم، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. البنات اللي ديما كيشكروني وكذلك كيفرحوني بالتعليق ديالهم كنشكركم بزاف وكنشكركم من كل قلبي. خليتكم على خير، ان شاء الله باذن الله قريب نتلاقاو فيديو جديد. الى عندكم شي سؤال او شي استفسار خليولي في الكومنتير، ان شاء الله باذن الله نجاوبكم. سلامه.